قالوا: كيف ترى الصلاة عليك يا رسول الله بعد الموت وقد أرمت أي بليت؟ أي بعد الموت أيضا في عرض، وكيف أرمت ومتحال بعد الموت؟ يعني هكذا تبليت أي من حيث الجسم الشريف صلى الله عليه وسلم. قال: إن الله حرم على الأرم أن تأكل أجساد الأنبياء، يعني لا يزال العرض مستمرا حتى بعد وفاته، لأن جسمه الشريف محفوظ عن البلى. وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد، حرم حرام، ما بصح، ما ممكن أن تأكل أجساد الأنبياء، فهو كما هو عليه الصلاة والسلام، ولا يزال العرض عليه كما كان في حياته الدنيا عليه الصلاة والسلام. تبين ذلك كله، ولذلك قلنا نعم ما سأل الصحابة حتى ما يبقى عندنا شك التراب، والله ما دام حي في الدنيا يعني قولوا لك مش معنى الحديث لك. ولذلك قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، يعني أن عرض صلواتكم علي مستمر في حياة الدنيا وبعد وفاته، ولا يدخل عليكم شيء فتقول إن الجسم الشريف يبلغ، لا يبلغ. إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أما الأولياء فمنهم من يطلب من ربه بقاء جسمه فيكرمه الله بحفظ جسمه، ومنهم من لا يسأل عن جسمه نبل جسمه، فقد اكشف عن واحد ولي معروف بالولي وإذا به تراب. قل لك هذا ليش يقول عنه ولي؟ ليش بلا جسمه؟ قل لك يا جدي الأرض حرام تأكل أجساد الأنبياء، لكن من حيث الأولياء ما كلهم محفوظ جسمهم، منهم بريد حفظ جسمه، منهم ما بسأل عنه، مثل توب شي الحب ليش ما تسوي فيه؟ أنا بدي شيء غير هالنوع هذا، مثل ما وصل الحاصل بقى هالي أمزجة وأمزجة ومطالب، كل ولي له طلب مع الله جل وعلا. أما تكشف عنه ويكون هو ولي ومشهور بولايته ويشوف جسمه مليان وتقول تنكر، لا هذا ما هو ولي، لو كان ولي يجي جسمه يقول لا لا، لأنه هذا ما هو واجب في حقهم، هذا لمن يريد منهم يكرمه الله، ومنهم من لا يسأل عن جسمه، بده غير درجات، بده غير مراتب إلى آخره، الله يرضى عنهم أجمعين. قضية ما تفهم فيها لا تتداخل فيها، يا سمع المضبوط يا اسكت، وأما من عنك وتنكر تسوي إيش وتنتقل وتعترف، وهذا سببه الجهل، نسأل الله العافية.